لست ممثلا لحركة حماس، ولست ناطقا باسمها، ولست مدافعا عن مواقفها. أنا ألتقي مع حماس ومع الجهاد وهذه التنظيمات بمشروع المقاومة لهذا العدو الإسرائيلي، إنه هالأيام اللي بنعيشها هذه حاسمة، إن لم يرفع الحصار وبالتهدئة أنا بقول لك غزة راح لمواجهة شاملة وواسعة مع الإسرائيليين بالصواريخ على تل أبيب وبالصواريخ على مطار بن قريون، وهنا بقول لك وانقع على لساني وشاهد بعد أيام، واحتلال مستوطنات. أنا أقول لك سيتم احتلال مستوطنات وأخذ المستوطنين كلهم أسرى بالمرحلة القادمة، وسيفاجأ الإسرائيليون بقدرة المقاومة وإمكانيات المقاومة مفاجآت المقاومة وما تعد المقاومة تحت الأرض بالشكل الذي يجبر الجيش الإسرائيلي للاعتراف بحقيقة غزة القادرة على أن تغير هذه المعادلة. سجل عني سيتم احتلال مستوطنات، بلاش أقول احتلال، استرداد أرض فلسطينية محتلة من المستوطنين. سندفع ثمن لا شك، لكن سنوجع العدو، سنوجع العدو وندفعه الثمن. الآن قادرون على أن ندفعه الثمن. هذه القوة الميدانية، قوة الرجال، ليش ما توظفها القيادة للضغط على أعداء الفلسطينيين لتحقيق مكاسب سياسية؟ هذه القوة العسكرية ليش نطلب ننزع سلاحها ونسلمه للإسرائيليين بدل ما نعزز من صمودها ونقول أعطونا ثمن سياسي، أعطونا انسحاب من الضفة الغربية، أعطونا انسحاب من القدس؟ لأن لدينا قوة عسكرية الآن يجب أن توظف. ألا تتفق معي أنه العمليات التفجيرية اللي كانت تصير في العفولي ونتانيا، تفجير البصات وتطيرها، هي أقوى وأقصى من صواريخ المقاومة؟ ألا تتفق معي أنه اليوم ابن من شاب طفل صغير طعن جندي، شوف ضخامة الجندي كيف، ضابط قائد في الجيش، ضابط في الجيش، طفل يعني شاب شبل من شبال فلسطين، مسك سكين وخنجر وذهب وطعن. أنا مش عارف كيف قتل، لكنه يعني أنا صراحة مش عارف كيف قتل. هذا بيذكرني حديثك بالطفلة هدي الهشلمون اللي حملت سكينها في المدرسة وهجمت على الضابط وهي إذا بترتجف صغيرة. هذه الإرادة المعبأ بها شباب وصبايا الضفة الغربية، الضفة الغربية ثورة وبركان ثائر. هذا الشاب جبارين اللي خرج من يطا اليوم وقتل هذا المغتصب ليس بقوته الجسدية، بقوته المعنوية. هذه القوة المعنوية هي سلاحنا الآن الذي نواجه به العدو. طب يا دكتور، احنا كل المشكلة بقول الرئيس محمود عباس. طب فيما لو انه الرئيس لا سمح الله انه صابت وعكة صحية، تمام، واجا بداله العلول او جبريل رجو او حسين الشيخ، مش راح يتغير القرار؟ حيتغير، حينتسب الواقع هذا كله، حتصير فتح وحدة واحدة وتسترد فتح قيمتها المهدورة الآن. مادة 19 من المبادئ الأساسية لحركة فتح بتقول الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيكا. أي واحد بده يأتي بعد هيك عشان يحدث إجماع لفتح معاه بده يطبق هذا البند، يوقف التعاون الأمني. إن وقف التعاون الأمني تلتقي معه كل الفصائل، حماس والجهاد. نحن أمام قيادة جديدة وبرنامج جديد ومواجهة جديدة وعصر فلسطيني جديد. الآن العقبة الكأداء أمام تطورنا كفلسطينيين، أنا بقول لك محمود عباس وكشخص محمود عباس.